حياكم الله ويانا أعزائي المشاهدين في برنامجكم اليومي الرزنامة. اليوم راح نتكلم عن المواصلات تاريخيا في مدن الساحل الشرقي خورفكان وكلبة ودب الحصن. وصف رونالد كودري وهو أحد موظفي شركة امتياز النفط المحدودة الذي قدم إلى الإمارات، يعني إمارات الساحل، في أواخر الأربعينات من القرن العشرين، أي في الفترة من عام 1948 إلى عام 1949، وشاهد معاناة السكان الذين كانوا لا يكادون يملكون قوت يومهم أو ما يكفيهم، والبيئة فقيرة وطاردة في تلك الفترة، أي كانت محدودة نسبياً لا تلبي الغرض المطلوب من المعيشة، حيث كانت السيارات محدودة نسبياً، أقل من 50 سيارة في جميع الإمارات، وكانت الدروب التي تتردد عليها تلك السيارات وعرة، والناس كانت تركب الجمال وهي الوسيلة الوحيدة الموجودة آنذاك في المدن، وأيضا كان هناك الحمير الموجودة في أيضا بعض المناطق طبعا كرم الله السامع، وكانت هذه وسائل المواصلات الوحيدة الموجودة آنذاك وتكاد غير منتظمة، وهذا ينطبق أيضا على إمارة الشارقة وملحقاتها مثل مدن الساحل خورفكان وكلبة ودب الحصن. إذن راح نتكلم اليوم عن أحد طرق المواصلات المستخدمة قديما. قبل أن أبدأ مع أحد الشخصيات التي عاصرت الحدث في تلك الفترة وخاصة في مدن إمارات الساحل الشرقي مثل كلبة وخورفكان ودب الحصن، في مقابلة أجراها الأستاذ عبد الله عبد الرحمن مع السيد ناصر عبد اللطيف السركال وهو رجل أعمال معروف. وهو الذي كان وكيلاً محلياً لإمارة الشارقة في تلك الفترة وأيضاً رأس الخيمة، وكان مقر آنذاك بين رأس الخيمة والشارقة. ما يهمنا في هذه النقطة هو أن أبو عيسى ذكر لنا كيف كانت أيضاً حركة المواصلات في الماضي، وخاصة حينما يريد أن يتنقل أبناء الساحل الشرقي، فأيد ما قال رونالد كودري بأنها كانت على الجمال وأيضا الخيول في بعض المناطق، هذه هي كانت الوسائل الوحيدة. ولكن أضاف شيء آخر وهو مثل اللنجات، على سبيل المثال السمبوك وأيضا الهوري واللبدانة، هذه اللي كانت منتشرة آنذاك بين إمارات الساحل وهي بمثابة التاكسي للكثير من المواطنين. أما بخصوص اللنجات فيتذكر السيد ناصر عبد اللطيف السركال آنذاك بأن أخوه كان يملك لنج، وهذا اللنج كان اسمه استيما، وذلك في عام 1924. هذا اللنج لا يتجاوز طوله من 10 أقدام، وكان محركة طبعا يدار بالبخار ووقود الفحم الحجري، والذي يجلب من الكميات المخزونة للبواخر في جزيرة هنيام. وقد استخدمه السيد عيسى في تنقلاته بين الإمارات حوالي 4 سنوات، ثم استبدل استيما بلنج آخر محركه بالبترول حتى وفاته عام 1935 ميلادي. في الواقع ما قال السيد ناصر عبد اللطيف السركال حول المواصلات البرية يتذكر الكثير من سكان مناطق الساحل الشرقي وخاصة في مدينة كلبة ودب الحصن وخورفكان. من أبرز الذين يتذكرون هذه الصعوبات في الماضي ونقلا عن أيضا والده،
هو السيد سيف الزعابي من مدينة خوركلبا، يتذكر بأن والده أو غير والده حينما يريدون أن يذهبوا إلى الغوص وخاصة في المناطق البعيدة يكون عندهم كثير من الخيارات، ولكن الخيار الوحيد الذي كان أمامهم ونتيجة الفقر الشديد هو النقل عن طريق النوق أو الكريان، وهم مجموعة من الناس خصصوا لهذه الشغلة أي خصصوا لهذا العمل في الماضي، يقومون بالاتفاق مع أشخاص يريدون أن ينتقلون بين إمارات الساحل، فيكون على المطية الواحدة من واحد إلى ثلاثة أشخاص، وهذا يكون بالتناوب. كما هو معروف للجميع بأن المناطق التي يذهب إليها الغاصة وخاصة في المنطقة الغربية التي كانت في أشد ازدهارها، وذلك في عام 1900 إلى عام 1915، هذه الفترة التي كان فيها الغوص نشط في إمارة أبوظبي، فيذهبون على النوق من مدينة كلبا حتى إلى إمارة أبوظبي، ويأخذون لهم تقريبا حوالي من 20 إلى 25 يوم، والبعض الآخر ربما يأخذ أكثر. فالطرق كانت وعرة، الطرق غير سالكة في تلك الفترة، وخاصة المناطق الغربية في أبوظبي تكاد تغطيها الرمال، ولا يستطيع أحد أن يصل هناك إلا عن طريق هؤلاء الكريان. وهؤلاء الكريان الذين يعتمدون عليهم يقومون بحراسة الأشخاص بالليل ولا يستطيعون النوم، لأن هناك كما قيل قطاع طرق، وخاصة إذا كان في فترة الليل. فالناس في الماضي حينما يذهبون إلى أبوظبي لا يوجد هناك استراحات كافية، وخاصة في وقت الليل أو في النهار، بينما تكون عن طريق الإجراءات الشخصية أي الأمتعة الشخصية والأدوات البسيطة التي يحملونها معهم، فيقضي ليلة يتعشى وكذلك نهارا. هذا بالنسبة إلى ذكريات الغوص والذهاب إلى أماكن بعيدة مثل المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. أما بخصوص المواصلات حسب ما ذكر الوالد سيف مطر من كلبا إلى إمارة الشارقة، فتكون من يوم إلى ثلاثة أيام، وذلك عن طريق أيضا الإركاب، ويقدم حوالي ربتين هندي، يعني ربتين هندي في ذلك الوقت شيء كبير لهذا الشخص الذي يوصل هؤلاء الناس، والمدة تأخذ من يومين إلى ثلاث أيام. كما يتذكر الوالد مطر اللنجات وخاصة الإبدانة ذات الشراع المثلث التي كانت تنقل العديد من الأسر وكذلك الأغنام والجمال على متن هذه السفن من مدينة كلبا إلى الشارقة وإلى دبي وإلى مناطق أخرى. هذا بالنسبة إلى ذكرياته على المستوى المحلي. أما بخصوص ذكرياته على المستوى الخارجي، فيقول كانت هناك مجموعة من أيضا الإبدانة أي السفن الخشبية تنقل بعض البضائع من دبي، وحينما يحتاج أي إنسان لأي بضاعة يمر عليهم في مدينة كلبا ثم يواصل مسيرة إلى الباطنة. أما الوالد خميس سعيد المزروعي من وادي الحلو، فيتذكر بأن المواصلات في الماضي أيضا شاقة وصعبة، ويتذكر بأن الطرق كانت وعرة ولا بد على الإنسان أن يكون حريص حينما يمر على تلك الطرق نظرا لوجود قطاع طرق في تلك المدن التي يمرون عليها وخاصة القرى والمدن الجبلية. وحينما يذهبون إلى الأسواق في الشارقة ودبي طبعا يتناقشون مع الكثير من الناس الموجودين هناك، ولكن نظرا لعدم الأمان في العودة يقومون بتعويم أي بإعطاء معلومات غير دقيقة للأشخاص اللي يكلمونهم، وخاصة الذين يشككون بعملية التعامل معهم، ثم بعد ذلك يقومون بالرجوع إلى مدينة وادي الحلو في اليوم التالي.
فإذا كان عودته يوم مثلا الجمعة فيقول له عودتنا يوم السبت، وهذه هي للسرية والأمان، فلا بد أن يرجعون إلى أبنائهم سالمين غانمين. هذه قصة مجموعة من الآباء والأجداد الذين عاصروا تلك الفترة وحددوا لنا آلية التنقل عن طريق البر التي كانت تساعد في عملية التنقل بين إمارات الساحل وكذلك مدن الساحل الشرقي خورفكان وكلبة ودب الحصن. هذه الشخصيات التي تحدثت هي من مدينة كلبة، ولدينا المزيد من المعلومات حول الطرق البرية، ولكن تابعونا بعد الفاصل.